في عم نحكي عن الصيف والأجواء الجميلة إن شاء الله القادمة والسياحة. بسعدني جدا أن نرحب بضيفنا المتواجد معنا هذا الصباح في الاستوديو الدكتور سليمان الفرجات. أهلا وسهلا فيك صباح دكتور. الخير. أهلا فيك. حضرتك رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني لما نحكي عن البتراء ونحكي عن العقبة يعني بنحكي عن جزء مهم جدا من الأردن، جزء سياحي مهم جدا، عليه إقبال كبير من الداخل ومن الخارج. بعض التقارير والأخبار بتقول أنه بلشوا السياح بالتوافد إلى الأردن. من حضرتك بدنا نعرف أولا عن وضع السياحة بشكل عام. صباح الخير لكم، شكرا على الاستضافة. زي ما بتعرفوا السياحة هي صناعة عالمية، يعني بتتضمن دول بترسل سواح ودول بتستقبل سواح، وكل دول بالعالم بتحب أن يكون لها جزء من هذا السوق اللي نسميه سوق السياحة العالمي. والأردن يعني خلينا نحكي بالثلاث عقود الأخيرة أخذت يعني حصتها بشكل جيد بسوق السياحة العالمية، وصارت يعني خلينا نقول وجهة سياحية معروفة عالميا. طبعا منطقتنا بشكل عام تأثرت بالماضي بظروف خلينا نحكي جيوسياسية حواليها، كانت تأثر على قطاع السياحة من آخرها كان طبعا الربيع العربي من 2011 ل 2015، لكن الحمد لله بجهود يعني تكاثفية من الجميع رجعت السياحة في الأردن من 2017 و18 و19، وكان عام 2019 أعلى عام بتاريخ السياحة. صحيح. بالأردن بشكل عام وبالبتراء بشكل خاص. دخلها يعني بال 2019 حوالي 1,135,000 سائح، بيبدو العين صابتنا مباشرة 2020 نعم مباشرة بعدها، بس طبعا احنا بنقدر نحكي زي هيك لانه هاي يعني عالمياً. كارثة عالمية طبعا بالوضع الطبيعي. بس انا حاب احكي انه البتراء في دراسات 80% من السياح الاجانب بيجوا على الاردن من اجل البتراء، زيارة البتراء بغض النظر اللي بيجي عن طريق المطار، اللي بيجي عن طريق الحدود، اللي بيجي يعني عن طريق العقبة. عجائب الدنيا نعم. السبع الجديدة. نعم، وبالتالي يعني هي نحكي خلينا نقول يعني المين اتراكشن بالبلد. طبعا في بالسياحة سيجمنتس مختلفة، نوعيات الناس، في ناس بيجي ببرنامج خاص للأردن بشكل عام وبتكون البتراء جزء من البرنامج، في ناس بيجي مثلا على دول مجاورة مثلا على مصر وبيجي بزور البتراء، وفي سياحة مهمة جديد يعني بالسنتين الأخيرات اللي هي سياحة البواخر. يعني احنا بنحكي بال 2019 دخل البتراء 1,000,000 سائح أجنبي، منهم حوالي 100 وأكثر سياح البواخر. طبعا بالوضع الطبيعي في عندنا مشكلة بالبتراء أو في كثير مواقع ضيط السيزوناليتي، إنه مثلا بيكون عندك أشهر معينة والبتراء اللي هي شهر 3 و4 و5 و9 و10 و11 بيكون في أعداد عالية. صحيح. وبالصيف بيكون أقل سياحة، يعني الحرارة بالتأكيد، وهذا طبعا بتأثر على قضية الموقع، موضوع الكارين كاباسيتي والطاقة الاستيعابية. نعم. وما إلى ذلك. نعم. لكن إحنا إجتنا الشك في 15/3/2020، يعني إحنا كنا بادين 2020 بارتفاع، برضو ارتفاع مقارنة مع العام الماضي بتقريبا 30%. فجأة وقفت السياحة، توقفت العالم كله طبعا. صحيح. قطاع السياحة يعني من أكثر القطاعات اللي تأثرت على المستوى العالمي، وهذا أثر طبعا على مجتمع البتراء بشكل خاص. طبعا إحنا كمفوضية بندير الموقع الأثري اللي هو البتراء كموقع تراث عالمي، ونحاول نديمه بطريقة يعني ونرتقي بمستوى الخدمات السياحية. وبندير الست تجمعات، وأنا دائما مقابلاتي بحب أذكر الست تجمعات اللي هي وادي موسى، مركز اللواء والإقليم، الطيبة، الراجف، إدلاغة، أم صيحون، وبيضة. وهذه المجتمعات طبعا في بعضها يعني تصل مدة يعني نسبة استفادته أو انخراطه بالسياحة لـ90% زي مجتمع أم صيحون. نعم بشكل كبير. المجتمع يمكن وادي موز لحد 80%، والمجتمعات الأخرى أقل. فعملية انقطاع السياحة عملت مية تأكيد. إحنا اللي أحكي لما 2019 كان عندنا سياحة قوية كان المجتمع يتذمر انه احنا ما بنستفيد من السياحه، بس لما انقطعت السياحه بسبب الكورونا اكتشفنا انه الاستفاده اكثر، فكل صار يستفيد. وهي طبعا تخلي المجتمع يقدر السياحه اكثر. طب تفضل. يعني دكتور احنا بدنا نتحدث عن اقليم البتراء بشكل عام، بدنا نتحدث عن السياحه ايضا بشكل اوسع. الوضع حاليا يعني هل هناك وضع مبشر خلينا نحكي بعوده السياحه؟ كيف الوضع؟ عم نشوف في سياح بالبتراء؟ نعم. انا دائما بحب الابروش التاريخي. بلشنا من 2020 انقطعت السياحه في البدايه، صار في اجراءات فجاه انقطعت.
وش طبيعي يعني. عملنا اجراء نعم عملنا اجراءات يعني الحكومه بشكل عام برنامج السياحه المحليه اردن نجنا العام الماضي، ويعني من خلال برنامج اردن نجنا اجى على البتراء حوالي 80,000 سائح. لكن برنامج اردن نجنا بيختلف او السياحه المحليه بالنسبه للبتراء عن السياحه الاجنبيه. السائح المحلي بيعتبر البتراء منطقة مرور، وبالتالي يعني المجتمع والقطاع السياحي المرة الأولى ما استفاد. لكن برنامج أردننا جنة الجديد بلش حاليا يركز في عملية المبيت في البتراء، وإن شاء الله يكون إنه في استفادة. هلا كسياحة بشكل عام، سياحة مقسمة لقسمين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. في إجراءات يعني الحكومة بلشت من خلال يعني خلينا نحكي تخفيف الإجراءات على المعابر والحدود، وزي ما بتعرفوا حاليا في دول خاصة الدول اللي بيجي منها السياح اللي الأوروبيين والأمريكان وغيره، صار إنه يعتمدوا نظام اللي معه فاكسينيشن، وهذا الحكي طبعا راح يشجع السياحة. وإحنا من خلال اتصالنا مع القطاع السياحي الخاص يبدو في طلب كبير على الأردن، سواء الرحلات المنظمة أو سواء من دول الجوار وسياحة البواخر. هل في بلدان محددة دكتور يعني بتحس كله في كله الفترة نعم. هاي هلا أنا بعتقد في الكلاسيكال ماركت اللي هو السوق الأوروبي، هلا في تركيز من العقبة على سياحة التشارترز من دول شرق أوروبا. لكن أنا بدي أحكي يعني من خلال ملاحظتي لشهر 4 و5، يعني إحنا بشهر 4 تقريبا يكون يجينا معدل 100 سائح باليوم دخل البتراء، 3000 سائح. طبعا احنا 3000 هول بنعتبرهم عن 30,000 و300,000 يعني عدد كبير. لكن شهر 5 اجانا دبل 6000. شو بيعني هذا الحكي؟ انه الامور بلشت تتحسن. لا بلشت تتحسن بطريقه كويسه. طبعا الموسم الطبيعي عندنا بيكون شهر 9، واحنا متأملين انه شهر 9 و10 و11 ترجع السياحه. بس انا بدي ارجع للوراء شوي لما نحكي عن السياحة الأجنبية. إحنا لما حكينا بال 2019 إجانا 1,000,000 سائح أجنبي، قبلها بسنتين بال 2017 كانوا 400,000 سائح، وبال 2018 صاروا 600,000 سائح، فجأة صاروا 1,000,000. شو السبب؟ السبب هو يعني بشكل عام، أول إشي في عندك سوق السياحة العالمي مقسم لخمس مناطق عالمية. ميدل إيست بشكل عام صار عليه الازدياد، زائد انه في الدول الاوروبيه خلينا نقول الدول اللي بترسل السياحه صار في شويه انتعاش اقتصادي، والبتراء بالذات يعني اخذت يعني طابع صارت في نظام بالماركتينج يعني اسمه ماست سي ديستنيشنز، فالبتراء هي جزء منهن فهي جاذبه للسياحه. طبعا في قضيه لازم نعرفها انه انا اذا بزيد الاقامه بالبتراء ليله بزيد ليلتين بعمان، بزيد في مناطق اخرى. وتخيلوا بال2000 و19 كان التحدي في بالنسبة لنا في البتراء قلة الغرف الفندقية. صح. طبعا للأسف هلا معظم الفنادق فاضية، لكن راح تتفاجئ أنه حاليا في حوالي 800 غرفة فندقية تحت الإنشاء في البتراء، بمعنى أنه القطاع السياحي مؤمن بعودة السياحة. وفي مصطلح موجود في وادي موسى دائما احنا بنعيده أنه السياحة بتمرض ما بتموت. حلو. وبالتالي احنا كلياتنا متفائلين. بالتأكيد راح ترجع سياحة مختلفة مش زي أول يعني، وبالتالي احنا صح متفائلين. يمكن هذا سؤالك القادم. انا بدي بتعرف شو دكتور، انت بتحكي عن التذبذبات اول شيء في السنوات الماضيه، وبنحكي هلا انه احنا طالعين من جائحه وبائيه عالميه اثرت على الجميع، وبنحكي على احيانا كمان واحد من الهموم اللي دائما بنناقشها اللي هي كيف نطور القطاع بالتأكيد. السياحي والعاملين في القطاع بالتأكيد. السياحي ولا اخفيك في عندنا بعض الثغرات حتى نكون واضحين مع نفسنا ونقدر نحط ايدنا على الوجع ونحله. نعم. فهل يا ترى إلى حد ما، بعرف أنه صعوبة الفترة الماضية كلياتها، ولكن هل لحد ما استطعنا أنه بالفعل نحل كل هذه المشاكل ونأهل ونطور في العاملين في مجال السياحة؟ وهل نحن اليوم قبل ما نفتح جاهزين؟ شوفي، لأنه الواحد شاف تقارير خلال فترة الكورونا. نعم بالتأكيد. خلال فترة الكورونا كثير تألمنا سؤالك من كلام العاملين ومن الأماكن الخالية والفاضية. فهذا كله بده تأهيل. بالتأكيد سؤالك مهم جدا. وأنا يعني قبل ما أكون في منصب الحالي أنا أستاذ جامعي وبدرس يعني الإدارة السياحية، وهي من أهم يعني عوامل نجاح الديستنيشنز. بالتأكيد ما زلنا بحاجة للكثير، لكن أنا بدي أحكي يعني عن تجربة إقليم البتراء بشكل عام. يعني ثقافة العيب يعني مش موجودة في المجتمع. يعني إحنا أهم مناطق، يعني نحكي أربع مناطق فيها تمركز السياحة في الأردن: عمان العاصمة، البحر الميت، والعقبة والبتراء. نسبة العمالة الأجنبية في القطاع السياحي في البتراء أقل إشي. البتراء ما تروح مثلا على الفنادق من المدير
للمقدم الخدمات للهاوس كيبل كله لوكالز. لكن بالتأكيد في إشي اسمه يعني عملية التعامل بين السائح ومقدم الخدمات. في تجاوزات أحيانا خاصة مقدم الخدمات وخاصة لما تكون السياحة انقطعت وفجأة رجعت كله بده بسرعة يعوض الإيراد. وبالتالي احنا ضروري نشتغل على هذا الإشي. احنا يعني مدة انقطاع السياحة بشكل عام المحور الحكومي احنا كسلطة حاولنا نركز على الموقع الأثري ونرمم ونزبط كثير أمور ونشتغل حاليا على الشارع السياحي. وموظفينا يعني بنحاول دائما نأهلهم رغم انه القطاع العام موظفه بيختلف عن القطاع الخاص بيظل عنده يعني منتاليتي مختلفة. لكن القطاع الخاص انا اللي بعرفه انه الخاص الفنادق الخمس نجوم في البتراء عملت علاقة جيدة مع موظفينهم. وبالنسبة للبروتوكول اللي بيستخدم بالمنطقة كتدريب وعشان احنا كمان مش نرجع بسرعة للسياحة وفجأة يصير عندنا ستباك يعني احنا من اول المناطق اللي عملت بروتوكول سياحي من لما يوصل السائح لمنطقة مركز الزوار داخل الموقع. وبدي اشير انه في عندنا احنا ادفانتج موجوده في الاردن بشكل عام انه سياحتنا احنا معظمها سياحه تاريخيه اثريه ومعظم مواقعنا مفتوحه. يعني الموقع البتراء مفتوح، موقع وادي رام مفتوح. لكن انا بقول لك حقيقه قضيه التدريب ضروريه بشكل عام مش بس في البتراء، بالاردن بشكل عام. احنا كلياتنا بنسافر وفي مشكله يعني مش سهله انه قطاع السياحه يعتبر من القطاعات الغير ثابته. فبالتالي كثير موظفين بيكون مؤهل لما بحس انه والله لو اخذ راتب جيد في قطاع السياحه واجت له فرصه في مكان اخر بس ثابته بترك. وهذه تحدي للقطاع السياحي بشكل عام. لكن بيضل خلينا نحكي العامل البشري عنا افضل وبدنا ايش نطور عليه. في نفس الوقت في يعني اكيد ممارسات احيانا بتكون سلبيه في المواقع واحنا قاعدين نشتغل عليها. انا بدي احكي لك يعني انا ما بحكي لك انه الوضع عندنا بيرفكت، بالعكس يعني بنلتقي دائما احنا في تعاون بيننا وبين الجهات المختلفه سواء وزاره السياحه هي تنشيط السياحه طبعاً. وبيجينا فيدباك بنحاول لكن احنا بنحاول نعمل هذا التغيير اللي نسميه احنا التغيير السلمي. نعم اللي غير يعني دكتور خلينا نحكي بانه الفتره اللي صار فيها في كورونا كانت فرصه لاعاده تفكير اعاده ايجاد خطط جديده للتعامل مع السياحه ومستقبل افضل للسياحه في الاردن. واحنا بنعرف بانه المواقع اللي موجوده عندنا في الاردن سواء كانت البتراء او غيرها من المواقع احنا دوله غنيه بمواقعها الاثريه والسياحيه حتى العلاجيه منها. بدنا نحكي عن وضع السياحه بشكل عام. يعطيكم الف عافيه، جهود يعني جبارة عم تبذلوها خلال هذه الفترة والله يعينكم على اللي يعني مركتوا فيه. نعم. هاي من القلب نحكي لكم. الله يسعدك. مكان كتير صعب طبعا. إحنا كأردنيين نشوف الفنادق فارغة، المواقع السياحية فارغة من الزوار اللي كانوا منورين فيها دائما بالتأكيد، خصوصا البتراء. نعم. وبعديها وادي رم وبعديها العقبة وغيرها. احكوا لنا شو مستقبلا، ايش الخطة المستقبلية اللي رح طبعا أنا معك، أنا كلامك 100%. إحنا كان بإمكاننا نستغل المرحلة هاي، بس في قضية مهمة جدا إنه إحنا يعني وخاصة إحنا كسلطة إيراداتنا من الموقع الأثري. صحيح. أنت بصير عندك الوقت بس ما عندك المال يعني. بس رغم هيك يعني اشتغلنا على كثير أمور داخل الموقع الأثري وبنشتغل حاليا على البنية التحتية في الإقليم بشكل عام ودعمنا قدر المستطاع القطاع السياحي والمجتمع المحلي. وبالتأكيد مش كافي لأنه يعني لما يكون الشخص دخله صح. عالي وفجأة أنت بدك تحاول فقط أنه يعني تخليه بس يعيش والمجتمع بشكل عام متذبذب أو له علاقة ما بين قديش في سياحة ومدى رضا. كل ما كانت السياحة موجودة كل ما كانت الناس راضية. يعني في الظروف الحالية شو سويت للمجتمع ما دام ما في سياحة بيظلوا مش راضي. لكن الخير لا لكن أنا أعتقد يعني قطاع السياحة في الأردن هلا في كامبين من هيئة تنشيط السياحة والسياحة بدنا نأخذها محورين، السياحة عالميا والسياحة محليا. عالميا معظم الدول هلا بتركز على السياحة المحلية، لكن في قضية مهمة جدا لما أنت بتحكي مثلا دولة زي ألمانيا 50% من سياحتها الطبيعية سياحة محلية. ليش؟ لأنه قوة شراء الفرد وهذا عالي يعني بالتأكيد. هلا احنا لما نيجي عن البتراء مثلا انا بقول لك 1,135,000 بال 2019 منهم 1,000,000 اجانب. فاذا احنا ما بنعتمد على السياحه المحليه هاي شغله. الشغله الثانيه راح يصير في المستقبل التركيز على قضيه النظافه وبالتالي احنا ضروري جدا البروتوكولات يعني نهتم فيها. قضيه يعني الجروبات السياحيه راح تصير اعدادها اقل بالمستقبل
وهذا شو يعني راح يصير عندنا كواليتي تورست. نعم. يعني في السياحة إيش اسمه السياحة الماس توريزم اللي نعم. كانت موجودة عندنا بال 2019 وهي لها سلبيات وحاليا راح يصير عندنا سياحة، فاحنا بتأمل الأمور للأفضل وإن شاء الله يكون الأمر أفضل. وبدي أشكر حتى المجتمعات المحلية على صبرهم علينا في الظروف الحالية. إحنا إن شاء الله بنقد... نعم. وإيدنا مع إيدكم، والجميع أكيد حاسس وهمنا واحد وجعنا واحد بشكل عام، وكلنا منحب أكيد نزور الأماكن الأثرية في الأردن، وأيضا منحب أنه نسمع ونشوف هالأفواج الكبيرة مثل ما قلت حضرتك 2019 من السياح دخلت الأردن. مهمة مش صعبة منعرف، مش سهلة مش سهلة خلينا نقول مش ناخد صعبة ناخذ نصف الممتلئ عشان نقول أنا دائما متفاعل don't worry. شكرا العفو العفو شكرا لكم إن شاء الله بالتوفيق، وهيك بتستعدوا بهمة ونشاط للموسم السياحي. شكرا لكم. شكرا دكتور. شكرا لكم. أهلا فيك. أهلا فيك. مشاهدينا فاصل فاصل ونواصل نروح فاصل.